بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، جمهور النادي الأهلي العظيم. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج الترند. خلاص في هذه اللحظات وأنا بتكلم معاكم على الهواء مباشرة عبر شاشة قناة الأهلي، فريق النادي الأهلي حاليا في مطار القاهرة يستعد للسفر إلى المملكة العربية السعودية لخوض لقاء السوبر الإفريقي يوم الجمعة المقبل في مباراة مهمة جدا ببطولة قارية مع بداية الموسم. على بركة الله تستعد بعثة الأهلي للإقلاع من مطار القاهرة بعد لحظات قليلة للتحضير والتجهيز والوصول إلى المملكة العربية السعودية لخوض مواجهة صعبة جدا أمام اتحاد العاصمة الجزائري في بطولة السوبر الإفريقي. ربنا يوفق إن شاء الله فريق الأهلي في هذه البطولة، بداية موسم جديد التحديات فيه صعبة جدا. نجحت العام الماضي في الوصول إلى القمة، حققت الصعب، ولكن الحفاظ على البطولات دي والحفاظ على النجاحات دي أكيد محتاج شغل كتير واستعداد أكبر عشان تقدر تحصد مزيد من الألقاب وتحافظ على الألقاب اللي انت حققتها في الموسم الماضي. حلقة النهاردة من برنامج الترند هتكون فيها كواليس مهمة جدا عن سفر بعثة فريق النادي الأهلي إلى المملكة العربية السعودية، رحلة خاصة لفريق النادي الأهلي بقيادة الجهاز الفني مارسيل كولر، ويكون على رأس البعثة سيادة الوزير العمري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي رئيسا لبعثة فريق النادي الأهلي في لقاء السوبر الإفريقي. حلقة فيها كواليس وتفاصيل كتير جدا، ولكن بسرعة نبدأ بسؤال حلقة النهاردة. وسؤال حلقة النهاردة عايز حضراتكم توجهوا رسالة للاعبي الأهلي والجهاز الفني قبل السفر للسعودية وخوض مباراة السوبر الإفريقي. تقدروا تشاركوا معنا عبر صفحاتنا في السوشيال ميديا، وفي الفقرة الأخيرة هستعرض أكبر قدر من آراء حضراتكم أو رسائل حضراتكم اللي هتوجهوها للاعبين والجهاز الفني مع بداية موسم جديد وتحدي جديد وبطولة بإذن الله تكون من نصيب النادي الأهلي يوم الجمعة المقبل. المباراة إن شاء الله هتتلعب على استاد الملك فهد في مدينة الطائف الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة. لكن خلونا نبدأ حلقتنا بأهم العناوين. في ترند الأهلي، بعثة الفريق تسافر للسعودية، وكمان معلول وتاو يلحقان بالبعثة اليوم وغدا. وفي الترند المحلي، الليلة المنتخب يواجه تونس وديا. النهاردة المباراة حوالي الساعة 8 بإذن الله بتوقيت القاهرة، مباراة قوية جدا مع المنتخب التونسي هتتلعب على استاد الدفاع الجوي. طبعا بالتأكيد أبرز لاعبي منتخب تونس اللي هيشارك النهاردة علي معلول، وعاقب المباراة إن شاء الله هيلحق بالبعثة بإذن الله. حلقة فيها كواليس وتفاصيل، وهنتكلم على موعد وصول معلول إلى المملكة العربية السعودية، موعد وصول بيرسيتاو إلى المملكة العربية السعودية، آخر الترتيبات لمباراة السوبر، كواليس وتفاصيل كتيرة. ولكن نخرج إلى فاصل ثم نواصل بعد الفاصل. الفرنسي أنتوني موديست صفقة جديدة انضم للأهلي خلال الساعات الأخيرة وبالأمس، وفي ساعة متأخرة من مساء أمس أعلن النادي الأهلي عن انضمام المهاجم الفرنسي أنتوني موديست لمدة عام، قابل للتجديد لموسم إضافي آخر وفقا للشروط التي تم الاتفاق عليها. صفقة مهمة جدا خلال الميركاتو الصيفي خلال العام الحالي. ليه؟ لأن النادي الأهلي لما تعامل مع فكرة التدعيمات بالنسبة لفريق فاز بالدوري وبالكاس وببطولتي كأس السوبر وبدوري أبطال إفريقيا، النادي الأهلي تعامل مع الملف ده، وكمان مشاركة جيدة في كأس العالم للأندية. الأهلي تعامل وهو داخل على تحديات صعبة جدا. فزت بكل البطولات، جبت كل حاجة، ولكن أنا عندي تحديات أصعب في الموسم اللي جاي. لذلك كان التركيز من البداية على التدعيم في بعض المراكز. المسألة كانت بالكيف وليست بالكم، وأنا قلت الكلام ده قبل كده أنا في برنامج الترند لما كان بيطرح في السوشيال ميديا وفي المواقع وفي بعض البرامج ما يقرب من حوالي 10 7 9 أسماء للاعبين وصفقات قد تنضم للأهلي خلال فترة الصيف مع بداية الموسم. ولكن أنا قلت وقتها النادي الأهلي بيتعامل مع ملف التدعيمات بالكيف وليس الكم. الأهلي نجح في ضم إمام عاشور، ضم رضا سليم، وضم المهاجم الفرنسي أنتوني موديست. مهاجم مميز جدا، ليه أرقام مميزة في السنوات اللي فاتت. اختياره مبني على قرار فني من مارسيل كولر، ومارسيل كولر عندما يطلب تدعيمات في بعض المراكز
يطلب ده بناء على خطة وطريقة لعب وتشكيل وتكتيك هيتعامل معاه على مدار الموسم. لذلك أنا متفائل جدا 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 إن هتفرج الموسم ده زي الموسم اللي فات، ولكن ككورة كمان كناحية فنية وشغل تكتيك، على أداء فني ما شفتوش من حوالي مثلا بنتكلم في 17-18 سنة. أبرز فترة الأهلي لعب فيها كورة بجد كانت فترة من 2005 لغاية 2008، 4 سنين كنا بنكتسح كل بنكسب كل البطولات، زي ما بيقولوا كده الأخضر واليابس. الأهلي كان بينايم مش عارف مين من العصر ومن المغرب، كان الأهلي بيكسب رايح جاي، لدرجة حتى في الدوري العام كنت ممكن تكسب الدوري بفارق 30 نقطة و40 نقطة. الحقبة التاريخية المميزة في عهد مانويل جوزيه. وفي الحقبة دي على فكرة صادف للأهلي إنه تعاقد مع عبد الحميد حسن ميدو. كان ساعتها عنده 37 سنة. وكان ساعتها مانويل جوزيه كان ليه تفكير في طريقة معينة، لذلك تعاقد الأهلي ساعتها مع عبد الحميد حسن ميدو. الفترة الحالية كولر ليه استراتيجية في طريقة اللعب وفي الاختيارات. من أبرز الأعوام والمواسم اللي نقدر نقول فيها الأهلي عمل موسم انتقالات تاريخي هو العام الحالي. العام الحالي ممكن الناس تقول لي بس الأمر ده بيرتبط بعدد اللاعبين اللي انضموا. انت تقول ده لو انت جايب مثلا 7 لعيبة 9 لعيبة 10 لعيبة، لا 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 لا، الأهلي كقطعة فنية تقدر تقول مفيش حاجة مكتملة، الكمال لله وحده، ولكن كأمور فنية الأهلي عنده يعني أفضل لعيبة في أفريقيا وأفضل تشكيل في القارة الإفريقية. والفريق الوحيد اللي على مدار الموسم تقدر تلعب بصف أول وصف تاني ويكسب، ويكسب بره ويكسب جوه، ولكن بعض النقاط الفنية للجهاز الفني عايز يشتغل عليها يحسن من أدائها، لعل وعسى تلعب كأس عالم أندية في المملكة العربية السعودية وتصل إلى المباراة النهائية. هدف كولر المرة دي إنه يلعب على بطولة كأس العالم للأندية. وكيل كولر لما طلع قال كده، قال ماتش ريال مدريد اللي كان ناقص الأهلي وقتها راس حربة يقدر يخلص ويترجم الفرص. نتمنى بإذن الله إن شاء الله التوفيق يكون حليف الجهاز الفني، يكون حليف اللاعبين. بداية إن شاء الله نتمنى تكون موفقة لأنتوني موديست. ونقطة مهمة جدا عايز أتكلم عليها ولسه محدش عارف، أنتوني موديست حاليا موجود مع بعثة فريق النادي الأهلي في المطار عشان يكون موجود مع الفريق في المملكة العربية السعودية. مشاركته من عدم مشاركته ده قرار فني لمارسيل كولر، محدش يربط نفسه من دلوقتي. كولر هيبدأ إمتى؟ هيلعب إمتى؟ جاهز ولا مش جاهز؟ كولر هو صاحب الاختيار وكولر هو صاحب القرار في الدفع باللاعب. فرفقا بالجهاز واللعيبه في بدايه الموسم كلكم اكيد عايزين تتفرجوا على امام عاشور ورضا سليم وانطوني موديست والبدايه وعوده صلاح محسن ووجود كريم نيدفيد، ولكن مهم جدا عدم الضغط على الجهاز الفني في بدايه الموسم. الجهاز الفني في مباراه السوبر هيلعب ب 18 لاعب فقط. النهارده هو مسافر بحوالي 21 او 22 لاعب، لسه هيلحق علي معلول وبيرسي تاو بالفريق، فبالتالي القائمه هتبقى موجوده في السعوديه حوالي 23، هيتم اختصارها ل 18 او تم اختصارها على السيستم من عدة أيام فبقيت 18 لاعب. فالجهاز الفني هو الأدرى بالمصلحة الفنية للفريق في التوقيت الحالي، مين يبدأ مين ما يلعبش دلوقتي، مين يجهز خلال الفترة اللي جاية. طيب كابتن خالد بيبو كشف عن موعد انتظام علي معلول وبيرسي تاو، والكلام ده كنت اتكلمت فيه امبارح، قلت علي معلول منتظر قرار من الاتحاد التونسي أو المدير الفني للمنتخب التونسي. علي معلول النهاردة موجود مع منتخب تونس، بعد المباراة هيلحق إن شاء الله في مساء اليوم أو غدا إن شاء الله ببعثة فريق النادي الأهلي عقب انتهاء ارتباطهم يعني مع منتخبات بلادهم. نفس الأمر على بيرسي تاو، إن شاء الله برضه هيلحق بالأهلي غدا في المساء عشان يكون جاهز لمباراة السوبر الإفريقي. طيب ماتش السوبر الإفريقي واتحاد العاصمة الجزائري، معانا كل اللقطات الخاصة وكل اللقطات الحصرية لتحرك الفريق، تواجد الفريق حاليا في صالة السفر، القائمة، التدريب. النهارده كان في تدريب صباحي للفريق، النهارده كمان كان عندنا لقطات مهمه جدا لاول لقطه لانطوني موديست في مران الفريق على ملعب مختار التتش بالجزيره. زي ما انتم شايفين بقى على الشاشه استقبال اللاعبين والترحيب بانطوني موديست. انا كنت عايز اشوف بس يعني الترحيب ازاي في لما الفريق اصطف كده على الجانبين. كلكم طبعا عارفين الاحتفالات دي بتبقى عامله ازاي، بتبقى على فكره رغم ان هي ممتعه اهي، يعني ممكن هتبقى معانا اهي، رغم ان هي ممتعه على فكره لكن في نفس الوقت ممكن تبقى مؤلمه جدا، يعني الهزار والتهريج مع اللعيبه زي ما انتم شايفين. بص رامي ربيعه بيقول له استعد واجهز وكهرباء اكيد
ترحيب بانتوني موديست. اللعيبه ميزه الاهلي يا جماعه، مفيش لعيب بيدخل فرقه الاهلي ومحتاج وقت على ما ينسجم ويعيش الاجواء، لا 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 لا، هينبسط بالاجواء وهيبقى عايش الاجواء، وهو عاش الاجواء كمان من امبارح لما شفنا كده طريقه تقديمه وهو بيشرب الشاي والحفل الغنائي اللي اتقدم على الطريقه المصريه الفرنسيه والالحان والغناء اللي كان موجود في تقديم انتوني موديست. نتمنى يا رب يكون صفقه موفقه، وعلى فكره عملت ردود فعل قويه جدا في الصحافه الاوروبيه والصحافه العالميه، لما الصحف الاوروبيه والعالميه وابرز الصحفيين اللي بيغطوا موسم الانتقالات سواء في الصيف او الشتاء يتكلم على ان النادي الاهلي تعاقد مع لاعب عالمي زي انتوني موديست. الدوري المصري يا جماعه على فكره محتاج لعيبه من النوعيه دي، محتاج صفقات من النوعيه دي. ما انت لما مثلا لعيب ايا كان اسمه عنده 36 سنه 37 سنه بيروح للمملكه العربيه السعوديه تقول ايه الجمال ده، لو راح الدوري القطري تقول ايه الحلاوه دي. يعني ما بيتقالش ده ليه مثلا لما الاهلي جاب لعيب بنفس المواصفات دي في الدوري المصري؟ لا، ساعتها اتقال لك يدفع رقم زي ده ازاي في لعيب عنده 35 سنه. عموما نبدا ونتكلم بقى على رحله الفريق الى السعوديه. قدامكم على الشاشه دي لقطات خاصه لانتوني موديست والفريق في مطار القاهره استعدادا ان شاء الله للسفر بعد دقائق قليله جدا الى المملكه العربيه السعوديه. مارسيل كولر، انتوني موديست. موديست بيتكلم فرنساوي، فاقرب اللاعبين ليه اللي بيتحدثوا نفس اللغه بنتكلم في علي معلول واليو ديانج. طاهر محمد طاهر داخل اختبار فرنسي صعب بقى، يعني هيبدا يتكلم مع انتوني مهاجم فرنسي فهيتكلم فرنساوي، فهيكون موجود خلال الفترة اللي جاية. طاهر بقى يمكن من أكتر اللعيبة المصرية اللي بتتحدث اللغة الفرنسية بإجادة تامة، فيبقى في تفاهم وتجانس بشكل كبير جدا. شايفين طبعا أفراد الجهاز الفني، كابتن سامي قمصان، اللاعبين أحمد عبد القادر، كريستو، أحمد نبيل كوكا. قلت لحضراتكم حاليا في المطار في حوالي 21 لاعب على فكرة، مصطفى شوبير، حسين الشحات، ومداعبة كده مع كاميرا القناة، وعدد من اللاعبين اكيد هيكونوا موجودين. عمرو السولية على فكره مش هيكون موجود في هذه المباراه نتيجه الاصابه، نفس الامر محمود متولي، ولكن موجود رامي ربيعه، موجود محمد عبد المنعم، ياسر ابراهيم على فكره موجود كمان مع الفريق في المطار. الجهاز الفني بيحاول بس بيشوف مدى جاهزيه ياسر خلال ال 48 ساعه القادمه. افراد الجهاز الفني، الجهاز الاداري، الجهاز الطبي، يعني كواليس كتيره جدا بقى عن فريق الاهلي حاليا في مطار القاهره. ولكن مزيدا من التفاصيل اروح بسرعه الى الزميل العزيز محمد توفيق عشان نعرف منه كل الكواليس وكل الاخبار وهو موجود مع البعثه حاليا في مطار القاهره، وهيكون ان شاء الله خلال الايام القادمه موفد لقناه الاهلي لمتابعه كواليس الاهلي في لقاء السوبر امام اتحاد العاصمه. توفيق، مساء الفل، رحله موفقه، ربنا معاك ان شاء الله، وباذن الله نحتفل ان شاء الله يوم الجمعه. كده محمد تحياتي ليك وكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، وباذن الله بضم صوتك باذن الله نحرز اللقب التاسع باذن الله لكاس السوبر الافريقي. باذن الله كل جمهور النادي الاهلي بات ليله الجمعه باذن الله فرحان وسعيد ببطوله جديده تكون بقى ضربه البدايه الموسم باذن الله، ينتظر النادي الاهلي فيه عدد كبير جدا من البطولات يا محمد. طيب عايز اتكلم معاك عن رحله السفر، الطياره هتبقى ساعه كامل اقلاع بالظبط. برضه شفت دلوقتي الكابتن مصطفى عبده معانا على الشاشه اهو، نجم النادي واحد اساطير النادي الاهلي، والكابتن محسن صالح رئيس لجنه التخطيط، عدد اللاعبين استاذ جمال جبر، محمد الشناوي كابتن الفريق. يعني تديني كده ابرز الكواليس على كمان رضا سليم، يعني ابرز الكواليس الخاصه برحله السفر ومدى جاهزيه الجهاز الفني لهذه المباراه ان شاء الله. يعني محمد من بدايه اليوم كده كان طبعا زي ما انت ذكرت كان في تدريب الساعه 1 الظهر، كان في ملعب مختار التتش للفريق، بعد على طول توجهات بعثة الفريق لمطار القاهرة، دقائق قليلة جدا وخلاص هنستقل الطائرة بإذن الله، وكل دعوات جمهور النادي الأهلي معانا لمدينة الطاقة في السعودية، وبإذن الله إحراز زي ما قلت لك اللقب التاسع لبطولة كأس السوبر. يمكن طبعا مستر كولر اصطحب معاه 21 لاعب زي ما كده ذكرت معظمهم على الشاشة، طبعا أبرز الوجوه المنضمة هو أنتوني موديست، أبرز صفقات النادي الأهلي موجود مع البعثة. طبعا زي ما أنت قلت الأمور الفنية دي كلها متروكة لمستر كولر، ولكن طبعا أكيد حب إن اللاعب يكون موجود مع الفريق في أول سفر ليه بحيث إنه يخش كعادة النادي الأهلي على طول مع الفريق ومع باقي الزملاء. محمد كمان موجود طبعا رضا سليم وصلاح محسن بعد عودته. يمكن ابرز بس الغيابات في الصفقات الجديده هو كريم ميدفيد اللي كان عاد لبيته من جديد للنادي الاهلي، ولكن طبعا كمان علي معلول باذن الله وبس تاوي يلحقوا بالفريق باذن الله غدا الى مدينه الطائف في السعوديه. يمكن الاجواء اكثر من رائعه محمد، الفريق دلوقتي حالا يعني دقائق قليله زي ما قلت لك ونستقل الطائره باذن الله رب العالمين. طبعا زي ما انت ذكرت اسطوره من اساطير النادي الاهلي كابتن مصطفى عبده موجود معانا على متن الرحله، وكابتن محسن صلاح رئيس لجنه التخطيط في النادي الاهلي.
ان شاء الله يبقى كل الامور مجهزه زي عادتنا دايما النادي الاهلي، وان شاء الله كمان يكون الاستضافه في رياضه يعني المملكه العربيه السعوديه الشقيقه، وباذن الله نحقق هدفنا اللي كلنا مسافرين من اجله يا محمد، ونحرز بطوله غاليه جدا على جمهور النادي الاهلي وبطوله السوبر الافريقي، وتوصل رصيدك لتسع بطولات باذن الله رب العالمين. وزي ما قلت لك هو الاهم ان دي اول بطوله في الموسم، يبقى انت خاتم الموسم اللي فات بخمس بطولات، وتبدا الموسم الجديد بطوله مهمه وبطوله قاريه، وباذن الله تبقى فتحه خير علينا بقى يا محمد في عديد من البطولات القادمه باذن الله رب العالمين. كابتن خالد بيبو كمان موجود على اكيد كمدير للكره مع الفريق في هذه الرحله، الترتيبات الاجراءات، يعني ابرز الكلام اللي ممكن تكون اتكلمته مع الكابتن خالد قبل السفر ان شاء الله، في ظل ان خلال الساعات اللي جايه اكيد في ترتيبات الاتحاد الافريقي هيجريها، المؤتمرات الصحفيه هتبقى يوم الخميس، بكره في لقاءات مع ثلاث او اربع لاعبين من كل فريق، الكلام ده هيبقى حوالي الساعه 8:30 مساء قبل التدريب المسائي، فالتنسيق اللي تم بين الكاف مع جهاز الكوره في الترتيب لهذه المباراه ان شاء الله توفيق. كالعاده محمد انت يمكن عارف النادي الاهلي والرولز اللي موجوده في النادي الاهلي، وانت يمكن رفضت بعثه النادي الاهلي في عدد من السفريات، الترتيبات الاداريه دي حدث ولا حرج، كل الامور بتبقى زي ما بنقول يعني ماشيه زي الساعه بالظبط، كل حاجه معمول حسابها عشان توفير الراحه للاعبين خلال سفرياتهم الكبيره، والحمد لله يعني السفريه المره دي كمان لدوله شقيقه ويمكن المسافه مش بعيده قوي، ولكن طبعا انت عارف كعادة النادي الاهلي كل الامور محسومه سواء في ترتيبات السفر او كمان في الترتيبات الخاصه بكل بطولات النادي الاهلي، بسم الله ما شاء الله يعني كل البطولات موجود فيها وبعدد كبير جدا ورصيد كبير سواء من المشاركه او كمان حظ البطولات، فكل الامور دي حتى مع الاتحاد القاري او الاتحاد الدولي يا محمد، الانديه هي اللي بتسال النادي الاهلي دايما الاستشاره وبتساله النصيحه في هذه الامور، انك انت الحمد لله عندك رصيد من المشاركات والتتويجات زي ما قلنا، فكل الامور الاداريه دي بتبقى بشكل تام معمول حسابها، كل الامور مخطط ليها بشكل جيد جدا، طبعا برئاسة البعثه السيد العامر فاروق، الوزير العامر فاروق هو رئيس بعثه النادي الاهلي باذن الله في هذه البطوله، كل الامور الاداريه يعني ماشيه بشكل كويس جدا، طبعا شيخ الاداريين المصريين كابتن سمير عادل المدير الاداري للنادي الاهلي موجود طبعا، وعنها كل هو والجهاز الاداري عنها كل الاجراءات في دقائق معدوده عشان زي ما قلت لك وفروا الراحه للاعبين على المستوى الاداري وفنيا كمان بقى مستر مارسيل كولر وكاتبته باذن الله يفرحونا كلنا، وكل الامور بقى محمد يعني معمول حسابها ومخطط ليها بشكل تام جدا عشان تحقق هدفك زي ما قلت لك وتوصل للبطوله رقم 9، انت بتتكلم في رصيد كبير جدا يا محمد، يعني كل الانديه الافريقيه محتاجه سنين طويله جدا عشان تقدر تقرب بس يعني نص رصيدك او نص بطولاتك في اي بطوله قاريه، مش بس السوبر، انت بتتكلم في دوري ابطال افريقيا والسوبر، وكمان حتى البطولات اللي اتلغت من قبل كده كنت انت برضه متصدرها يا محمد ومتصدر رصيد الحصول عليها الحمد لله رب العالمين. اخر حاجه توفيق، الطياره الساعه كام؟ 6 اعتقد هتتحرك 6 صح؟ باذن الله الطياره باذن الله تقلع الى المملكه العربيه السعوديه في تمام السادسه الا الربع، دعواتك بقى ودعوات كل جمهور النادي الاهلي بيتابعنا من كل مكان يبقى باذن الله يعني دي ضربه البدايه الموسم، اول مباراه رسميه وتبقى بطوله، فاعتقد في حاجه مهمه جدا باذن الله تبقى فتحه خير بقى ويبقى موسم تاريخي يا محمد، اتكلمت في حاجات كتيره جدا فنيه، ان شاء الله التوفيق يكون معانا ودعوات جمهور النادي الاهلي، وباذن الله كلنا نفرح باول بطوله في موسم جديد يكون مليء ببطولات باذن الله رب العالمين. باذن الله ان شاء الله. الزميل العزيز محمد توفيق موفد قناه الاهلي حاليا من مطار القاهره قبل السفر الى المملكه العربيه السعوديه، استعدادا بقى لرصد كواليس وتصوير كواليس الاهلي في السعوديه لخوض لقاء السوبر الافريقي امام اتحاد العاصمه الجزائريه. شكرا لك يا توفيق وكل التوفيق يا رب باذن الله للاهلي في هذه المباراه الهامه جدا. بالمناسبه رحله الاهلي الى المملكه العربيه السعوديه هتكون رحله طيران مباشره من مطار القاهره حتى مطار الطائف، مش هتنزل جده، مش هتنزل الرياض ولا هتعمل ترانزيت، لا الرحله مباشره، عشان كده الاهلي استقل رحله خاصه. فكره بقى التنسيق مع الاتحاد الافريقي في الامور الماليه، انت مسافر باكثر من حوالي 25 فرد طبقا لاجراءات الكاف، هو عايز بس يتحمل 25 فرد، فطبعا فكره 25 فرد في مباراه سوبر زي دي ده عدد قليل جدا، في ظل كمان ان يعني برضه من الحاجات الغريبه في الاتحاد الافريقي يقول لك ايه؟ الرحله دي الاتحاد الافريقي يتحمل نفقات 25 فرد، تذاكر، طيران، اقامه، تنقلات، كل حاجه. طب هم ال 25 هيبقوا مين مثلا؟ قال لك 18 لاعب وسبع افراد الجهاز الفني والاداري ورئيس البعثه. طب انا كجهاز فني عايز مثلا اخد لعيبه زياده، لا على حسابك. عايز مثلا يكون في عدد من افراد الجهاز الطبي والاداري طبقا لطريقه عمل الجهاز الفني، اكيد مش سبعه بس الجهاز الفني والاداري والطبي، يعني كل دكتور معاه اثنين مساعدين جهاز الفني بحوالي أربعة خمسة، قال لك لا هم سبعة. فالأهلي بالتأكيد زي ما أنتم عارفين دايما بيتحمل النفقات الزيادة نتيجة طبعا أن لازم يسافر ويبقى مشتغل على الأمور اللوجستية دي بشكل كويس جدا. يمكن كأس العالم للأندية الفيفا مزود العدد شوية بيوصله ل 35، لكن في الكاف بيكتفي بحوالي 25 فرد، لذلك الأهلي بغض النظر عن كل التفاصيل دي والتضحيات المالية ولكن بيبقى دايما إدارة النادي الأهلي حريصة كل الحرص على أن هي تسعد جمهورها، ف
بتتحمل طبعا الاعداد الزائده من اجل التحضير لهذه المباريات والبطولات الهامه، سواء سوبر افريقي، دوري ابطال افريقيا، كاس العالم للانديه، كمان داخلين على سوبر ليج لمتطلبات ولوائح مختلفه تماما عن البطولات الاخرى، فربنا يوفق النادي الاهلي ان شاء الله في الفتره القادمه. طيب في ملف تاني عايز اتكلم عليه في مساله المصابين. سليه، محمود متولي، اكرم توفيق، كريم فؤاد مش موجودين في المباراه. خالد عبد الفتاح النهارده الجهاز الفني يمكن مارسيل كولر اطمن عليه واتكلم معاه عشان يطمن على حالته، هل جاهز؟ هل يقدر يكون موجود في المباراه؟ خالد عبد الفتاح على فكره يا جماعه لعب المباراه الوديه اللي اقيمت في معسكر الاهلي في النمسا وكانت مفاجاه بصراحه سعيده لينا كلنا، لكن النهارده مارسيل كولر لو بص قدامكم طبعا اهو التدريبات دي رباعي حراس المرمى، لكن طبعا الرباعي دول اللي هيكون في المباراه اتنين بس، وغالبا طبعا الشناوي ومصطفى شوبير. لما الفريق هيسافر دلوقتي خد مصطفى مخلوف من الاربعه بتوع حراس المرمى، ففي ثلاثه مسافرين، الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، لكن في قائمه المباراه هيكونوا اثنين غالبا الشناوي ومصطفى شوبير. على فكره انت تقدر لا قدر الله لا قدر الله في التدريبات لغايه ليله المباراه، يعني لغايه التدريب اللي هو الرسمي ليله المباراه، لا قدر الله لو في اي اصابه تقدر تستبدل من اللاعبين المسجلين في دوري ابطال افريقيا، يعني اي لا قدر الله لعيب مصاب حتى يوم الخميس تقدر تشيله من القايمه وتحط عليه او تحط مكانه لعيب كان موجود في قايمه دوري ابطال افريقيا اللي هتلعب مباراه سان جورج في التمهيدي. فبالتالي عشان كده الجهاز الفني واخد حارس مرمى زياده. لو تبص على الدفاع، رامي ربيع، محمد ابراهيم، محمد عبد المنعم، ياسر ابراهيم، واخد كمان كريم الدبيس، محمد هاني، واخد داكوكا، واخد مروان عطيه، ديانج، امام عاشور، قفشه، الشحات، رضا سليم، كريستو، عبد القادر، طاهر، صلاح محسن، كهربا. يعني انا بتكلم على يعني اعداد الجهاز الفني بيحاول يتعامل معه عشان يقدر يوم الخميس يستقر على القائمه النهائيه لا قدر الله ما فيش اي اصابه، لكن القائمه الرسميه اللي هتلعب المباراه خلاص اتسجلت بشكل رسمي يوم الاثنين الماضي. طيب ده جانب مهم جدا بخصوص التحضير لمباراه السوبر، وهو احنا معاكم يعني بكل الاخبار وكل اللقطات الحصريه من خلال شاشه قناه الاهلي عبر برنامج الترند. ولكن في جانب تاني مهم جدا، جانب مهم بمعنى ايه؟ جماهير النادي الاهلي. ليه؟ انت في اي مكان هتروح تلعب رقم واحد في نجاح المنظومه ونجاح الفريق هو جمهورنا. جمهور النادي الاهلي دايما بالنسبه لنا هو رقم واحد. تروح تلعب كاس عالم انديه في قطر هتلاقي الجمهور مالي المكان، مالي الاستادات. تروح تلعب في السعوديه نفس الكلام. تروح في المغرب نفس الكلام. انا بتكلم معاكم يعني في اخبار استعداد الجمهور للمباراه كمان، لان الجمهور اكيد لازم يبقى ليه ترتيبات زي اللعيبه زي الجهاز الفني زي رحله السفر قدامنا على الهواء مباشره والتحضير. يمكن خلاص الفريق دلوقتي حاليا بيتحرك واحنا معاكم على الهواء مباشره من صاله السفر، هيستقلوا الحافله اللي موجوده داخل مطار القاهره، تستقل الحافله بقى لغايه لما توصل لارض مهبط الطيارات عشان تاخد الطياره ان شاء الله وتسافر الى مدينه الطائف. يمكن الرحله مش هتاخد اكتر من حوالي ساعتين، ساعتين الا ربع، يعني المده بسيطه، والفريق ان شاء الله يعني قبل الساعه 8 8 ونص هيكون ان شاء الله موجود في مدينه الطائف استعدادا لمواجهه اتحاد العاصمه في السوبر الافريقي. ولكن ليه انا عايز اتكلم على الجمهور؟ لان جماهير النادي الاهلي دايما بتصنع الحدث، بتصنع الحدث. كان دايما بيتقال لك يقول لك ايه كده، حتى بيتقال الكلام ده من ايام ما كنا احنا حتى صغيرين، يعني بنتابع البرامج والاعلام، يقول لك جماهير احد الانديه المنافسه شعبيه طاغيه في الخليج العربي. لما اتعملت بقى ايفنتات واحداث رياضيه على مستوى الكوره تحديدا، شفنا اهلي وزمالك في الامارات، شفنا الاهلي بيلعب كاس عالم انديه في الامارات، لعب كاس عالم انديه في قطر، راح لعب في المغرب، لف مدن عربيه كتيره، حتى مع المنافس التقليدي في مباريات السوبر، لا شعبيه طاغيه. مدرجات الاهلي مش هقول لك بتمتلئ عن اخرها، حجز التذاكر بيخلص مجرد ما يتم طرح التذاكر بعد 10 دقائق ربع ساعه. يعني ماتش اتحاد العاصمه الدفعه اللي تم طرحها يوم السبت اللي فات الساعه 1 الظهر، 1:10 خلصت. انا بتكلم مع اصدقاء من الجزائر بيقولوا لي احنا على ما دخلنا على السيستم لقينا التذاكر نفذت. يعني كمان فكره ان جمهور اتحاد العاصمه اللي حابب يحضر الماتش حجز التذاكر بالنسبه له كان في صعوبه، لان جمهور الاهلي اللي موجود في السعوديه وفي اي مكان تاني وحابب يسافر يحضر الماتش، لا الحمد لله قام بالواجب وزياده. عشان كده انا النهارده حريص جدا اتكلم مع واحد من، مش هقول مسؤول، لكن واحد من محب النادي الاهلي، مشجع للنادي الاهلي، اشتغل بشكل كويس جدا وقدر يعمل دور مهم جدا مع رابطه المشجعين اللي موجودين في السعوديه، وكان لهم دور كبير جدا هو وكل زملائه واصدقائه ازاي يتم الترتيب للمباراه دي. مش الترتيب بس عشان يحضروا الماتش، لا التنسيق مع كل الاطراف المعنيه باللقاء. لذلك
أنا في البداية برحب بأستاذ إيهاب عمر، مصري أهلاوي مقيم في المملكة العربية السعودية. أستاذ إيهاب مساء الفل. مساء الجمال يا أستاذ محمد، أنا والله يعني سعيد إن أول تواجد ليا مع القناة يكون مع حضرتك أنت تحديدا، يعني الله يخليك، ميرسي لذوقك. واحد من أكثر الناس اللي لهم قبول عند جمهور الأهلي، وكمان بتمتع بمصداقية عالية يعني غير موهبتك الأهلي. الله يخليك، الله يخليك. طيب أنا عايز الأول بقى أطمن على الترتيبات الخاصة بجماهير الأهلي في المملكة العربية السعودية اللي عملتوه في الفترة اللي فاتت مع الأطراف المعنية اللي في مسألة حجز التذاكر، الرحلات اللي هتتم من أكتر من مدينة في المملكة عشان تقدروا تسافروا وتحضروا المباراة في مدينة الطائف، رحلات من الرياض، من جدة، من مكة، كل التفاصيل معاك يا أستاذ إيهاب. هو أقول لحضرتك يعني هو للصدفة يعني البداية كانت من عند حضرتك، الأخبار والتويتات اللي أنت كنت بتنشرها عن ان احتماليه ان السوبر يكون موجود هنا في السعوديه، واحنا يعني مش عايز اقول لك ان احنا كنا بندعي ان هو فعلا يكون في السعوديه. يعني الحمد لله ده يعتبر اول تواجد لفريق كره القدم اللي هو يعني بنسميه دره التاج بتاع الكيان الاهلي كله، يعني فريق كره القدم يكون موجود. ده كان اول تواجد لنا في وجود الرابطه، يعني احنا قبل كده كنا موجودين في كاس العالم السوبر جلوب كرة اليد اللي كانت موجودة في الدمام، كنا محتاجين فريق الكورة كمان يعني خصوصا حدث عشان برضو يكون استعداد لكأس العالم للأندية اللي هو العرس الكبير بالنسبة. أكيد. فلما تأكدنا من الأخبار دي من حضرتك ما استناناش يعني الكافي يعلن وكده، تواصلنا مع الاتحاد السعودي لكرة القدم الأستاذ ياسر المدخل، وهو بدوره وجهني للأستاذ إبراهيم القباع الأمين العام المساعد الاتحاد السعودي لكرة القدم. انا والله والله العظيم ما هم جملة، الناس شايلانا فوق راسها من فوق. اتكلمنا بمجرد الاقرار يعني الكاف ما اعلن، والاجتماعات حصلت بالفعل بين ممثل الكاف وممثل الاتحاد السعودي، اتواصلنا معاهم وهم كانوا قالوا انتوا طلباتكم ايه؟ يعني احنا كانت طلباتنا محددة، احنا قلنا ان يعني قدر الله ما شاء فعل الاستاد صغير 17,000 بس الساعة بتاعته، بأي حال من الأحوال مش هتكفي ولا 1% من جمهور الأهلي الموجود هنا. فاحنا كنا عايزين نعرف أي توزيع التذاكر هتكون عاملة إزاي بيننا وبين، هل هي بالنص بيننا وبين اتحاد العاصمة؟ فهو قال إن الكاف قال في البداية قالوا إن هي هتتفتح للكل، وبعد كده بلغونا لما التذاكر نزلت إن هي بالنص بيننا. وأنا هنا يعني أنا بستغل قناة النادي بتاعنا، انا عايز يعني نسال الكاف اشمعنى في نهائي الوداد 2022 ادتونا جزء من الاستاد كجمهور الاهلي بصفتنا ان الملعب مش على الارض مش ارضنا، والنهارده جايين تقسموها يعني 50 50 يعني يعني التذاكر المقسمه بين الجماهير بالتساوي 50 50 فاحنا اتكلمنا مع الاتحاد السعودي في شويه طلبات، منها توفير يعني احنا قلنا لهم ان الجزء الفاعل من جمهور الاهلي هيبقى موجود في المدن الكبيره، يعني احنا لنا تواجد هنا قبل كده وعملنا فعاليات ومدربين بشكل ما على قياده المدرجات والداخله واي حاجه اصلا بنقوم بها تتعمل هنا في الرياض او في جده، يعني دول منطقتين رئيسيتين لرابطه الاهلي. فاحنا على الاقل عايزين نضمن تذاكرهم وكده. فهو الاستاذ ابراهيم قال يعني هو اشترط قال انا احنا ما عندناش مشكله بس تتواصلوا مع اداره النادي الاهلي وكده ويوجهوا لنا خطاب بشكل كتابي. فطبعا ده احنا قلنا لهم ده يعني يعني انا شايفه طلب غير منطقي يعني. بعد كده تواصلنا مع شركه احد شركات التسويق الرياضي والاتحاد السعودي وجهنا لها اللي بتطرح تذاكر المباراه. اكيد. و يعني هم مشكورين وفروا جزء من التذاكر لينا بسعر معين يعني كويس. لما لقينا ان هم متاح عندهم عدد معين من التذاكر، احنا طلبنا في البدايه 1000 تذكره. طبعا هم طلبوهم في طلبوهم فلوسهم كاش، يعني احنا كان احنا تعاقدنا الاجراءات دي رسمت كده. طيب. ايهاب انت متوقع متوقع طيب متوقع عدد الجماهير اللي ممكن تحضر، يعني رقم تقديري كده، ممكن على الاقل كام من الجمهور اللي ممكن يحضر من الرابطه او يشجع الاهلي في الملعب؟ لا هو الملعب كله فل، وملعب فريق اتحاد العاصمه كمان ان شاء الله احنا دخلنا عليه، بس بالنسبه لنا احنا كرابطه احنا لما طرحنا التذاكر احنا كنا متوقعين مثلا 5 باصات او 6 باصات، وخصوصا ان كان في منافس قبل كده كان بيلعب على نفس الملعب من حوالي شهر طلع بباص ونص، يعني الباص الثاني طلع ناقص.
فاحنا قلنا احنا هنبقى مثلا 3 اضعافهم، لان ده مثلا ده الشعبيه. احنا دلوقتي الرياض بس طلعت لغايه النهارده 13 باص، الجده مطلعه 15 باص، ممتاز. الدمام 5 باصات، كله الوقت الاجمالي لغايه النهارده 34 اتوبيس طالعين من خارج الطائف، من ده غير اللي موجود في الطائف. غير ال موجود في 34 الطائف. دول حوالي 1666 شخص دول طالعين بس من بره، من من بره المدن الاخرى المقيمه في الموجوده في المملكه بخلاف دول اللي مدينه معاك، الطائف. غير السيارات وغير الناس اللي حاجزه سيارات. طبعا السيارات هتبقى اضعاف العدد ده كمان، يعني اكيد اكيد ان شاء الله. العربيات يعني. طب هنشوف بقى دخلات و احنا ان شاء الله بنرتب ان احنا ان شاء الله، خلي ده مفاجاه يعني، الناس اكيد رافضين تمام ان احنا نتكلم على اي حاجه. ان شاء الله هتشوفوا حاجه ما اتعملتش قبل كده ان شاء الله. بإذن الله. انا بس اللي مسموح لي ان انا اتكلم فيه ان شاء الله، ان احنا مجهزين او مرتبين ان الباصات دي كلها ان شاء الله تتجمع كلها في وقت واحد على مدخل مدينه الطائف، إن شاء الله. وهندخل مع بعض وان شاء الله حتى من قبل الاستاد بكيلو او 2 كيلو يعني هنعمل حاجه برضو داخله في الاستاد، وان شاء الله نقدر نوثق ده باذن الله حاجه يفتخر بيها جمهور المدينه يعني. تمام. استاذ ايهاب انا بجد بشكرك جدا على المعلومات والتفاصيل اللي شرحتها معانا، وتعاون الجانب السعودي ده شيء مهم جدا كان لازم كمان نقوله لجماهير النادي الاهلي، واكيد على تواصل معاكم لو في اي تفاصيل خلال الفتره اللي جايه. نتمنى لكم التوفيق يا رب ان شاء الله، وكالعاده جمهور الاهلي انا واثق انه هيضرب المثل في استاد الملك فهد، وهنشوف استاد ممتلئ عن اخره باللون الاحمر لتشجيع الفريق في لقاء السوبر الافريقي. شكرا لك يا استاذ ايهاب، وكل التوفيق لكم يا رب ان شاء الله خلال لقاء السوبر وخلال الفتره القادمه. واحنا معاكم على الهواء مباشره زي ما انتم شايفين، احنا بنتكلم على الجمهور والقايمه والصفقه الجديده انتوني موديست. كمان احنا معاكم دلوقتي على الهواء مباشره، ده لحظه بلحظه ونقل حي لفريق النادي الاهلي حاليا في مطار القاهره، والاستعداد ل يعني اقلاع الطائره بعد لحظات قليله. قدامنا طبعا افراد الجهاز الاداري، انتوني موديست، كهربا، يعني ربنا يوفق يا رب النادي الاهلي في هذه الرحله، ان شاء الله تكون رحله موفقه. فريق اتحاد العاصمه وصل بالامس، ولكن النهارده حدد الاهلي محدد ميعاد وصوله ان شاء الله النهارده مساء الثلاثاء. قدامنا كمان طاهر محمد طاهر، قدامنا مصطفى شوبير، طبعا بقى العاملين والاهلاويه اللي موجودين في المطار، مش هقول العاملين او الموظفين، لا الاهلاويه اللي موجودين في المطار. طبعا بتبقى فرصه عظيمه لما يقابل فريق النادي الاهلي في مطار القاهره ميشيل يانكون، باقي افراد الجهاز الفني، بنتكلم على اداره الاعلام استاذ جمال جبر، زميلنا حسام نور الدين زميلنا الصحفي وعضو اداره الاعلام، بنتكلم كمان على زميلنا محمد توفيق موفد قناه الاهلي اللي ان شاء الله ربنا يوفقه ان شاء الله باذن الله، هو وزميلنا احمد يحيى مدير التصوير في رصد كواليس مهمه جدا لهذه المباراه الهامه. فاصل ثم نواصل بعد الفاصل واخر اخبار الترند. اهلا بكم واخر اخبار الترند. طبعا احنا متواصلين معاكم بالتاكيد في هذه التغطيه الحيه لسفر بعثه فريق النادي الاهلي، قدامكم على الشاشه اهي صوره جماعيه لابطال افريقيا في الطياره قبل السفر الى المملكه العربيه السعوديه. انتوني موديست ابرز الوجوه المنضمه مع اليو ديانج وعدد من نجوم الفريق، ان شاء الله ربنا يوفق ابطال افريقيا نجوم النادي الاهلي في اداء مباراه جيده ان شاء الله، ويكون التوفيق حليف النادي الاهلي في الفوز بكاس السوبر لتحقيق رقم قياسي، لان كل الارقام القياسيه من نصيب النادي الاهلي، فان شاء الله ننتظر رقم قياسي كمان في بطوله السوبر يوم الجمعه المقبل على استاد الملك فهد. طيب نروح لاخر اخبار الترند، والبدايه من ترند الاهلي. طبعا حساب النادي الاهلي الرسمي النهارده عامل صور مهمه جدا عن ترحيب الابطال بلاعبنا موديست في مران اليوم، وزي ما انتم شايفين من اقرب اللاعبين يبدو كده طبعا عشان اللغه هيكون اليو ديانج. كهربا كالعاده جاهز ان هو يفك اي يعني لعيب لسه بينضم للفريق جديد، عمل ده مع كريستو ومع لعيب كتير انضمت للاهلي، وكان مع امام عاشور ليه دور مهم جدا. روحه كبيره وروحه مهمه، روح الدعابه دي مهمه جدا، وروح الحماس كمان. على فكره كهربا احنا بنتابعه من زمان، من ايام ما كان بيلعب في انبي، بس بصراحه من اكتر الفترات اللي تتفرج فيها على كهربا سواء في الصور او حتى في الفيديوهات والمباريات فتره الاهلي، الابتسامه، الضحك، الحماس، تحفيز لزمايله في الفريق، انا ما شفتش ده بصراحه الا مع الاهلي لما لعب مع النادي الاهلي، لكن فتره مميزه الكهرباء عمل فيها انجازات وبطولات كويسه جدا، رغم انه اتوقف وبعد فتره، لكن ربنا كبير وقادر ان شاء الله ان هو يعوضه عن الفترات اللي فاتت. طب حساب الوطن سبورت بيقول ان في 4 لعيبه هيغيبوا عن الاهلي في السوبر الافريقي امام اتحاد العاصمه الجزائري. يعني بيتكلموا على اكرم توفيق، كريم فؤاد، عمرو السوليه،
وكمان محمود متولي. طيب نروح كمان لحساب كورة بلس وبيقولوا عمرو السولية خارج مباراة الأهلي واتحاد العاصمة في السوبر الإفريقي، ده مؤكد من وقت وجود الفريق في النمسا لأن الإصابة أقل مدة 3 أسابيع، فكان صعب جدا يلحق ماتش السوبر بعد تحديد ميعاده يوم 15/9. طيب نروح كمان لحساب الوطن سبورت، الأهلي ينهي إجراءات سفر مودست إلى السعودية وينتظر البطاقة الدولية. للتفاصيل بصوا التفاصيل اللي عندي، مودست تم قيده في قائمة الأهلي المحلية والإفريقية، البطاقة الدولية على فكرة وصلت بالأمس، وموديس تتأيد في القائمة المحلية والقائمة الإفريقية. إجراءات سفره إلى السعودية زي ما انتم شايفين، موديس حاليا هو موجود في المطار مع الفريق وعلى الطيارة، وإن شاء الله هيكون موجود مع الأهلي في رحلة السفر إلى المملكة العربية السعودية، ولكن أنا بأكد لكم إن موديس قيد رسميا في القائمة المحلية وفي القائمة الإفريقية اللي هتستعد، ولكن على المستوى الشخصي ليه هو يعني هيستعد بدءا من دور المجموعات، لان هو طبعا ماتش سان جورج هو ما اتأيدش في قائمه شهر 8، شهر 8 اللعيبه اللي اتأيدت هي اللي هتلعب دور التمهيدي الثاني، ولكن القيد بتاع شهر 9 مرتبط بدور المجموعات اللي هينطلق في حاله تأهل باذن الله يوم 24 نوفمبر، لكن انا بطمنكم البطاقه وصلت، تم القيد محلي وافريقي عشان دور المجموعات ودوري ابطال افريقيا الفتره اللي جايه. طيب حساب في الجول، وصول لاعبي اتحاد الجزائر الى جده استعدادا لمواجهه الاهلي في كاس السوبر الافريقي. امبارح فريق اتحاد العاصمه وصل مساء امس الى مدينه الطائف، وقدامكم طبعا صوره جماعيه لفريق اتحاد العاصمه في المملكه العربيه السعوديه، طبعا الجهاز الفني بقياده الجزائري عبد الحق بن شيخه، عدد من افراد الفريق واللاعبين. نتمنى نشوف مباراة فنية على مستوى عالي، لكن نتمنى التوفيق والمكسب يكون من نصيب النادي الأهلي. طيب نروح لحساب المصري الرياضي، رئيس نادي اتحاد العاصمة قال في تصريحات إن الأهلي فريق صعب، لكن لما لا نعود بالكاس؟ طبعا التمنيات مهمة وكل واحد بيتمنى إنه يكسب ويأدي ويظهر بشكل كويس، ولكن التمنيات شيء والواقع والملعب شيء تاني خالص. مهم جدا الأهلي يلعب مباراة اتحاد العاصمة بتركيز شديد جدا. ليه؟ أولا الفرقتين ظروفهم واحدة. طيب قدامكم على الهواء مباشرة كمان وصول معالي الوزير نائب رئيس النادي الأهلي الأستاذ العمري فاروق، حاليا هو موجود في الطائرة مع أفراد البعثة بالكامل، وتحية بالتأكيد في البداية مع المجري كابتن مصطفى عبده نجم النادي الأهلي وأحد أساطير النادي الأهلي، موجود مع الأهلي في رحلة السعودية استعدادا للسوبر الافريقي. كل ما احنا معاكم على الهواء هتشوفوا معانا على طول اللقطات الحصريه والجديد من رحله الفريق خلال السفر خلال الساعات الجاريه. طيب حساب يلا كوره، مدرب اتحاد العاصمه في تصريحاته عبد الحق بن شيخ قال مباراه الاهلي في كاس السوبر ستكون قويه لانها ستمثل قيمه كره القدم الافريقيه. هو بيتكلموا على بطل دوري الابطال وبطل الكونفدراليه، فبالتالي هتبقى مباراة كبيرة. طيب نرجع تاني كمان ونشوف بعض اللقطات من الطيارة وطيارة الفريق اللي هتتجه للمملكة العربية السعودية، هي يمكن طبعا وجود الأستاذ العمري فاروق، الكابتن مصطفى عبده، ميشيل يانكون مدرب الحراس، الأستاذ خالد الجوادي كمان مترجم الفريق، يعني خلاص بعد دقائق قليلة جدا الفريق إن شاء الله هيسافر إلى المملكة العربية السعودية. طيب نروح لحساب بطولات، اتحاد العاصمة يعلن عبر بطولات غياب مهاجمه أمام الأهلي وموقف جماهيره. طيب احنا بنتكلم على الغيابات، بصوا هنقول ايه دلوقتي هنا، الجناح محمد امين بوزيان لن يتواجد بسبب الاصابه في الفخذ، في شكوك حول جاهزيه اسامه تشينا وادم علي اليات. فكره ان الفريق جاهز للمباراه، هو لعب مباراتين وديتين، فريق اتحاد العاصمه لعب امام شبيبه الثوره وفاز 2-1، ولعب امام رائد القبه نادي في الدرجه الثانيه وفاز عليه ايضا 2-0، ولكن بالنسبه لموقف الجماهير قالوا ان احنا سافرنا للسعوديه ولكن ما سافرش معانا من الجماهير خالص حد على الطياره، لكن يوم المباراه متوقع ان يكون في جماهير موجوده ولكن بعدد قليل جدا. فيبدو ان المسؤولين في اتحاد العاصمه عارفين ان الحضور الاكبر هيكون لجماهير النادي الاهلي، وكان معانا ايهاب عمر اتكلم على فكره حجز التذاكر، والنقطه اللي قالها ايهاب كانت مهمه جدا، انت مباراه زي دي مباراه جماهيريه، انت بتقسم ملعب نصين 50-50، طب ما انت لما عملت نهائي دوري الابطال في ماتش الوداد ما عملتش ده، اديت النسبه الاكبر للتذاكر للجماهير كافه، وطبعا ماتش في المغرب فالجماهير المغربيه هي اللي حجزت، فبالتالي لو انت كنت عايز تطبق نفس المقياس في لقاء السوبر كنت تعمل نسبه لجمهور الاهلي
نسبة لجماهير اتحاد العاصمة واعمل النسبة الغالبة، لو 50% تبقى للجماهير كفة، تحجزها بقى جماهير أهلوية، تحجزها جماهير جزائرية، جماهير سعودية عايزة تحضر المباراة، يعني ده يكون أفضل. طيب آخر حاجة معايا من كرة 11، مدرب فريق سان جورجي في تصريح كده على لقاء الدوري الأبطال، وده لسه معاده يوم 24/9، قال لسه ما عنديش تفاصيل على مباراة الذهاب والإياب، عندي دوافع ان انا اعمل مباراة كبيرة خلال الفترة اللي جاية، لكن طبعا لسه هنتكلم على الجزئيات دي لما يجي معاد مباراة سان جورج. طيب نروح للسؤال اللي طرحناه، رسالتك للعيبة والجهاز في اللحظات دي والفريق هيتحرك ومسافر للسعودية. البداية معانا من القبطان الفنان الكبير نبيل الحلفاوي اللي بيكون حريص دايما في المشاركة معانا من خلال برنامج الترند، بيقول عاوزين نستفتح الموسم ببطولة يا رجالة، مش بس كده، دي هتبقى بطولة لثلاث لعيبة من اول ماتش رسمي ليهم مع الاهلي. شكرا يا قبطان على رسالتك، وتحفيز جيد للعيبة جديدة بتنضم للنادي الاهلي. استاذ احمد بيقول بالتوفيق ان شاء الله لنادينا الحبيب، كل الدعم للجهاز الفني واللاعبين، وان شاء الله يرجعوا منصورين ونفرح كلنا بالسوبر مع ابطالنا السوبر اهلاوي باذن الله. استاذ رمضان بيقول بالتوفيق ابطال، منتظرين منكم التالق واللعب بروح الفنانة الحمراء لضمان التتويج بالبطولة بإذن الله. كل جمهور الأهلي متأكد من وجود الروح والعزيمة والإصرار على الفوز وتحقيق المزيد من الألقاب والبطولات، وكتاب التاريخ عظيم كعادة الأهلي، كاتب التاريخ أبطال السوبر بإذن الله. آخر حاجة معايا سريعة، أستاذ عبد الله رضوان، مساء الخير أستاذ محمد، إن شاء الله ترجعوا بالكاس، منتظرين منكم بطولة كبيرة، منتظرين نشوف الأهلي بوجهه الذي اعتدنا عليه. مستر كولر ولاعيبة الأهلي نثق بكم أو نثق بيكم وندعمكم، نحن خلفكم شعب الاهلي، تحياتي لحضرتك يا استاذ محمد. شكرا ليك يا استاذ عبد الله. طيب مهم جدا ان يكون الروح المعنويه عاليه، ومهم جدا يكون التحفيز مهم في هذه المباراه لانها مباراه ببطوله، فنتمنى التوفيق يا رب للنادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه. مباراه مهمه جدا، مباراه صعبه، كل التوفيق يا رب للنادي الاهلي في هذه المواجهه القويه يوم الجمعه المقبل. في الختام بشكر حضراتكم على حسن المتابعه والمشاهده، وغدا لقاء حلقة الأسبوع الأخير أو يوم الأخير من الأسبوع في برنامج الترند، وهنتكلم عن كل تفاصيل المباراة اللي هتتلعب يوم الجمعة. شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء.